زيارات زي كده يا استاذ بشار يعني بتخليك تحب وطنك اكتر لما تكتشف انه غرب السودان ده طبعا من اجمل الاماكن في السودان، يمكن انا بعتقد انه من اجمل المناطق في العالم صراحه، لان انا من قبل زرت الغرب يعني. فانت لما تمشي الغرب مع اصحابك زي ما قلت انت مثلا لزواج واحد من اخوان اصحابك بتكتشف انه الغرب ده جميل حقيقي، فبتقول ان السودان ده يعني ما شاء الله اجمل، فكده بتحب وطنك اكتر يعني. فصراحه دي حاجه مهمه فعلا جديد يعني. وعايزين لك حاجه حبه كده في الجزيره، احنا مشينا لزواج اخو زميلنا والزوجه زميلتنا، يا سلام. طبعا في ربط شديد، النازل تم الزواج وسافروا مشوا شهر العسل، نحن تامين 3 يوم في بيتنا، 3 يوم نحن في زمن الكوره نمشي الكوره، يقل المسلسل نمشي نشاهد المسلسل، بيقول اصحاب بيت نتونس، ما كان في زمن الجوالات اللي بتشغل أيوة النازي أيوة. يعني نحن 3 يوم والله بيحلفوا علينا الكوشتينه يعني شغاله طول الزمن اللي تفصلنا منها الكوره. يعني انا اتذكر الجماعه قالوا يا جماعه، حتى احنا كنا نضحك يعني، العريس سافر مشي يا جماعه، بعد ذاك قالوا استاذونا مشينا يعني.